السلام عليكم. الأفخاخ التركية للعرب مش حاجة جديدة لا عليهم ولا علينا، فياما وقع فيها العرب خصوصا خلال ال 15 سنة اللي فاتوا. أنا هنا بتكلم وبوجه كلامي للناس العادية بعيد عن أي تحليلات سياسية، وبقول لكم احضروا الفخ التركي الجديد اللي بيتم دلوقتي الترويج له، واللي ممكن يخسرك مدخراتك ويضيع كمان مستقبلك. يا أصدقائي، هل تعلموا ان الناس اللي تم خداعها عن طريق الدراما التركية والآلة الإعلامية التركية والعربية الموالية لتركيا، بالإضافة لمكاتب الترويج العقاري والاستثماري والسياحي والصيرفة وغيرها كمان، هل تعلموا ان الناس دي اتخدعت وخسرت كتير جدا من فلوسها بسبب عملية نصب دولية اسمها الوهم التركي؟ سنين بيتم التسويق لتركيا بشكل مغير لحياتها وحقيقة وضعها السياسي والاقتصادي، والنتيجة ان الكثير من العرب اتوهم بان تركيا هي الملاذ، فدخل بتقله وغامر بجزء كبير من مدخراته او ربما بكل مدخراته، واشتغلوا شقة في تركيا ولا حتة ارض او عمل مشروع هناك والى اخره. المهم ان الاخ العربي ده حول مدخراته لتركيا واستثمر فيها هناك نتيجة تأثره بالوهم التركي وبالبروباجندا الاعلامية الكذابة عن تركيا. فايه كانت النتيجة يا طارق؟ هل تعلم انه على سبيل المثال، على سبيل المثال بس مش اكتر، هل تعلم ان المواطن العربي اللي حول ما قيمته 20,000 دولار من مدخراته لتركيا واستثمرها هناك في شقة او في حتة ارض او في اي حاجة تانية، هل تعلم ان ال20,000 دولار دول النهاردة بقت قيمتهم اقل من 10,000 دولار؟ يعني خسر اكتر من 50% من مدخراته او من قيمة مدخراته اللي ادخرها على الارض التركية ده بدل ما يكسب. ويس انت بقى على كده، والسبب ببساطة وزي ما شرحنا قبل كده ان تركيا عبارة عن فقاعة اقتصادية واعلامية كبيرة. بسبب الاعلام التركي اخدت حجم اكبر من حجمها الطبيعي، فجري عليها الكثير من العرب ظنا منهم انها الملجأ لتنمية اموالهم واستثمارها، ولكن لانه لا يصح الا الصحيح ولان الكذبة مهما طالت فلا بد انها تتكشف، سرعان ما ظهر الوضع التركي على حقيقته واكتشف اللي جري ورا الدعاية التركية انهم وقعوا ضحية لعملية نصب اعلامية كبيرة. ليه انا بقول الكلام ده دلوقتي؟ الاجابة ببساطة انه حاليا بيقوم النظام التركي عن طريق ادواته بالتحضير لفخ تركي جديد، الهدف منه استجلاب واستحلاب المزيد من مدخرات العرب لحرقها في الاقتصاد التركي المتهاوي. واحد الادوات دي هو يوسف كاتب اوغلو، وهو من اخطر الادوات التركية المتخصصة في الضحك على دقون العرب. في مساحة من مساحات تويتر الصوتية تم استضافة يوسف أغلو بشكل مسبق الترتيب علشان يقوم ببث الكثير من الأكاذيب على مسامع العرب وإغراءهم بإرسال الأموال لتركيا، وقعد ينظر لهم كذبا عن متانة الاقتصاد التركي وإن تركيا هي المستقبل، وإن 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 حاول يخبي حقيقة تركيا وحقيقة الديون التركية المستحقة اللي غرق بيها الرئيس التركي تركيا، بالإضافة لسياسته الاقتصادية الفاشلة حاول إخفائها تحت مصطلحات وشعارات دينية وسياسية، بالإضافة إلى عباءة نظرية المؤامرة الغير صحيحة بالمرة. فتركيا عضو في الناتو وحليف للغرب ومن أدوات تنفيذ مخطط الشرق الأوسط باعتراف أردوغان ذات نفسه، فبلاش تنخدعوا بالكلام ده، لأن اللي بيحصل في تركيا هو نتيجة طبيعية لاقتصاد كارثي بيعتمد على معدلات نمو جنونية من غير أي اعتبارات لقواعد اقتصادية صحيحة، أدت بطبيعة الحال لتراكم ديون وانهيار سعر صرف الليرة. الفايدة، يوسف أغلو كان بيحاول يستدرك العرب لفخ تركي جديد يحرقوا فيه فلوسهم، ده بالإضافة لقيام الآلة الإعلامية التركية وبعض العرب من المنتمين لجماعة الإخوان زي حاكم المطيري ومحمد الصغير ووجدي غنيم وصابر مشهور وغيرهم، بيقوموا باللعب على عواطف العرب الدينية لاستدراجهم للفخ التركي. يا سادة، تركيا زيها زي بلاد الله، ربنا يسعدها ويبعدها يا سيدي، ولكن لما اشوف حملة الهدف منها ابتزاز فلوسكم باللعب على مشاعركم واحلامكم يبقى من واجبي ان انا احذركم. وبعيدا عن اي ظروف سياسية اقولها لكم، احذروا من حرق اموالكم في تركيا لانها بتشهد حاليا اضطرابات سياسية كبيرة. احذروا النصابين العرب، ايوه العرب، لانه للأسف في كتير من العرب فاتحين مكاتب في تركيا وبيضحكوا عليكم بيغروكم ان انتم تشتروا شقق او اراضي، وبيعملوا لكم البحر طحينة وبيفهموكم انكم هتستردوا فلوسكم مضاعفة بعد سنة ولا اتنين. ده كله كذب وشغل سمسرة وضحك على الدقون، وياما خسر ناس كتير فلوسهم بسبب كده.
ممكن حد هنا ينطلي ويقول لي لا يا عم، لو تركيا بتغرق والفلوس فيها بتخسر ما كانش الشيخ محمد بن زايد استثمر فيها 10 مليار دولار، الناس دي مش بتحط فلوسها في مكان خسران. كلامك صح والله، بس الشيخ محمد بن زايد ما استثمرش ال 10 مليار في الاقتصاد التركي. اه والله، الشيخ محمد بن زايد استثمر الفلوس دي في استقرار المنطقة، وبكرة تشوف. وبالمناسبة الفلوس دي هتكسب ومش هتخسر. أيوة هتكسب، لأنها هتدخل والاقتصاد واقع، فهيكون الشراء برخيص ورخيص قوي كمان، وده شغل دول مش شغل أفراد هواة. ولكن انتوا كمستثمرين على قد حالكم احذروا من حرق فلوسكم في تركيا، لان وضعها سيء جدا. الكلام ده لمصلحتكم، وسيبكم من اللي بيسترفلوكم، وكفاية استرفال يا عرب لحد كده، وكفاية لسع لحد كده. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.